محمد الشاكر. دكتور محمد، يعني ضيف عبد الجليل كان يرى في مؤتمر سوشي ان هو اعاده لي او اعداد لخطه او بلوره لخطه جديده. كيف ترى الفرق ما بين مؤتمر سوشي في روسيا ومحادثات السلام في جنيف؟ جليل، طبعا الفرق هو يعني من حيث المبدأ لا نستطيع أن نقول يعني نحدد سوتشي بمكان أو نحدد جنيف بمكان. سوتشي هو بالأساس، بالرغم من كل الكلام الذي قيل وبالرغم من يعني الهجمة الممنهجة لمحاولات إفشال سوتشي من كثير من الجهات التي تحاول أن تعرقل الحل السياسي، بصراحة سوتشي مجرد يعني حالة مكملة وربما مسرعة لجنيف. وهذا الكلام يعني لا نتحدث فيه نحن أو تتكلم فيه المعارضة أو تتكلم فيه هي وتحدثت به روسيا الداعية لهذا المؤتمر. ومسألة مكان جنيف يعني المكان ليس مقدسا بالحل السوري، لأن هيكلية وسكة الحل في سوريا هو القرار 2254، والقرار 2254 تضمن بشكل واضح، وأنا قلتها دائما من على شاشتكم منذ أكثر من عام، منذ صدور قرار 2254، القرار 2254 واضح جدا جدا. والآن وحتى المعارضة، وأنا أقولها بصراحة وبجرأة، هم يعرفوا بأنهم لم يعني 9 جولات أو 8 جولات من المحادثات، وهم يعرفوا، هم يدركوا، يعرفوا بالقراءة والكتابة وبصرار خاصي، لأنه مسألة الحكومة كانت واضحة. حكم مشترك بين credible, inclusive, non-sectarian governance، حكم شامل وغير طائفي. قال حكم، إذن حكم مشترك بين النظام والمعارضة، هذا ما نص عليه القرار في المادة 5، واضحة جدا. ما عدا ذلك، ما جرى من مفاوضات عقيمة بصراحة، وهي بالأساس تقدم إنها تكون عقيمة. يعني عندما تذهب إلى مفاوضات تقول فيها رحيل الأسد بداية المرحلة الانتقالية، هذا عقم وهذه مزاودة على حساب الدم السوري، كانت تدفع من ورائه قوى إقليمية وقوى كبرى تحاول أن تصفي حساباتها في الأرض السورية. القرار 2254، والآن يعني جاء سوتشي لكي يطبق هذا القرار. دعنا في محادثات سوتشي، سوتشي من غير وجود المكون الكردي، كيف ترى مخرجات هذا المؤتمر؟ هو كل ما جرى بصراحة، يعني كل ما جرى، الأكراد سيحضرون يعني، ونحن لطالما نقول يعني ستحضر مكونات بالتأكيد من الأكراد، لأنه الأكراد هم بالأساس مكون سوري. ولكن ما جرى من عرقلة من الجانب الأمريكي عندما يعني أثار حفيظة الأتراك بإنشاء القوة الحدودية، ما دفع تركيا لأن يعني تكشر عن أنيابها وتعلن معركة عفرين، رغم أنها هي أحد الدول الضامنة بصراحة، وهي ربما جاءت حركة مزدوجة لتركيا لكي تمنع دخول البيدي. وهناك نحن نقول اتفاق، جرى اتفاق قبل أن تحدث معركة عفرين على أساس تحضر الإدارات الذاتية. وإحنا عندما نقول تحضر الإدارات الذاتية يعني يحضر أناس مدنيين، ولا داعي أن يحضر العسكر من بيدي أو المثلون بيدي. هذا من ناحية. من ربما يعني تركيا يعني حصدت هذه المسألة بأن الأكراد لا يمثلون. بالمقابل تركيا أيضا يعني من مصلحتها أيضا، وأعتقد أن حتى الهيئة العليا للمفاوضات، وأن لقاء أمس بين رئيس الهيئة أو كبير الهيئة لا أعرف وأردوغان هو للدفع بالدخول إلى سوتشي والذهاب إلى الحل السياسي، وهي رغبة تركية في يعني في أولى أولويات السياسة التركية. كل ما في الموضوع بأنه أعتقد أن ما يجري بسوتشي لن يؤثر كثيرا على مؤتمر السلام، بقدر ما هو تصفية حسابات بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وتركيا على الأرض السورية. بصراحة الأمريكان لا يريدون أي حل، الأمريكان يريدوا أن يخلقوا الأزمة. هذه طريقة الولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط، سياسة ثابتة ويعرفها أي متخصص يعني بسياسة الولايات المتحدة الأمريكية. خلق أزمة لإدارة الصراع. يعني أتحول مرة أخرى لضيفنا